يعتبر خميس الحلاوة من الطقوس السنوية الهامة التي تعيشها حمص وتنفرد به عن بقية المحافظات السورية، واعتاد أصحاب الخبرة في هذا المجال على إعداد أصناف مختلفة من الحلويات الحمصية كالخبزية وهي سيدة الحلويات الحمصية، وكذلك بلاط الجنة باللونين الأحمر والأصفر، والبشمينة التي تصنع من الطحين والسمن والسكر وغيرها من الأصناف. هذه العادة قديمة جدا، يعني بدك تقولي من مئات السنين. من ناحية تاريخية خميس الحلاوة مرتبط مع خميس الأموات، كان في عدة خمسانات بحمص، فقبل آخر واحد هو خميس الأموات. كان الأهالي يطلعوا على الأموات، يزوروا الأموات، ياخذوا معهم حلاوي يوزعوها للفقراء من باب التكافل الاجتماعي. الحلاوة الخبزية والغريبة والبشمينة السمسمية، طبعا هاي اصناف الحلاوي، والراحه والفست اي كمان، هاي كل الامور هاي بنجهزها طبعا ايه مشان نوصل النهار هذا. وفي عندنا مثلا الغريبي عم نجهزها، مثل ما شايفين عم نجهز الغريبي نحن، هاي اولى بلاط جهنم، بلاط الجني، الى عده اسماء ايه هاي كمان مشهوره فيها. مكوناتها مثلا سميد، سكر، ايه مثل ما شايفين هيك يعني نشتغلها هاي. العيد الذي حل هذا العام وسط ظروف اقتصادية صعبة متمثلة بارتفاع جنوني للأسعار، إلا أن مر الأسعار لم يعكر مذاق حلاوة حمص في عيدها، لكنه حد من شراء جميع الأصناف. الضيقة وصعب الظروف وما في هيك، صرنا بصنف واحد نحتفل يعني، لا أكثر ولا أقل يعني. الخبز اشتريناها ب 7000، باقي ما فينا ما حصلنا. نحن كل سنة نحتفل بخميس الحلاوة والولاد طالبين الحلاوة، بس يعني نحن الحقيقة ما عم نجيب كل الأنواع، عم نجيب نوعين ثلاثة، نوعين حتى ما ثلاثة، مش بحيث إنه يلبي رغبة الأولاد بس فقط لا غير، بسبب غلاء الأسعار والله. كل سنة بنحتفل بس السنة ما في، يعني العادي بناخذ كل الأصناف، هلا عم ناخذ صنف واحد. شو السبب؟ المعيشة، الغلاء، يعني بدها الأمور شوي. خميس الحلاوة هو جزء من تراث المدينة وهويتها، ولم يغب عنها حتى في سنوات الحرب، ورغم مر أسعار هذا العام إلا أن لسان حال أهل المدينة يقول لابد من فرح بنكهة الحلاوة. من أحد معامل تصنيع الحلاوة في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.